طبعا يعني شرفني ان تكون معانا يعني اختي العزيزه الدكتوره مروه الديب، يعني من الناس اللي فعلا بنسعد بيها وعندها بوزيتيف انرجي وروح ايجابيه كده. يعني انت عارف ربنا الناس يخلي حضرتك، اللي بتقرا روح جميله جدا جدا ربنا جدا يخلي في حضرتك يا اي دكتور محمد، متشكرة بجد جدا والله. متشكرة جدا متشكرة وطبعا فوق حضرتك. كده العلم بقى، يعني تستمتع بالعلم لا بقى لا بشكل طبعا ده مبهر. العفو يعني، ربنا يخلي حضرتك يا دكتور محمد، ثانك يو فيري طبعا ماتش. هي اختارت موضوع صعب، بس طبعا مع مروه الموضوع بتبقى حلوه وجميله. يعني الفانكشن ابدومينال بين والكونيك ابدومينال بين والكرنت يس ابدومينال بين والواد يس بطنه بتوجعه، ايوه هل الموضوع البطن فعلا بتوقع كومن ولا مش كومن؟ it ازاي is. تمانج؟ ازاي نفكر؟ فهي الدكتوره مروه هتمتعنا دلوقتي ربنا بنقطه يخلي الابدومينال حضرتك. بين. اتفضل يا دكتوره ميرسي يا مروه. دكتور محمد، ميرسي لحضرتك، وثانك يو ربنا فيري يخليك. ماتش للتقديم الفيري كايند اند جينيروس. يعني الكرونيك ابدومينال بين او الفانكشنال ابدومينال بين او الريكيرنت، يعني انا هستعمل كل الاسماء اللي حضرتك قلتها لانها بالنسبه للبراكتس مش هتختلف كتير. يعني وي يوجوالي يوز الاسماء دي شبه، كاننا بنتكلم عن حاجه شبه بعضها، بس انا هستلف الديفينيشن اللي طول عمره معروف عن الكرونيك ابدومينال بين، ان هو البين البيرسيستنت اللي بيأثر على الفانكشنينج بتاع الشايلد ان اني وايز. والتأثير على الفانكشن ده مهم، لان مش انا اللي بحدد هو مؤثر على الفانكشن ولا لا. يعني انا لما المادر تيجي تقول لي ان هو ما بقاش زي الاول، ان هو ما بيلعبش زي مع اخواته، ان هو حتى ما بيروحش المدرسه، كل دي تأثيرات على الفانكشن بغض النظر عن رأيي الشخصي فيها. يعني how troublesome the symptom is او قد ايه السيمبتوم مزعجه للطفل، فهو مش من حقي انا كدكتور اقرر. يعني مش بحق اقول انا شايفه انه كويس، لا، هو طالما انه جه واشتكى فهو it is disabling the child in one way or another. Is it common ولا لا؟ الارقام بتقول ان ربع الكونسلتيشن over 25% من الكونسلتيشن للبيدياتريك جاسترونتولوجيست ولاد عندهم ابدومينال بين. عندي ملحوظه مش عارفه لو حضراتكم هتشارك معايا ولا لا، ان الفتره اللي احنا فيها دي we are seeing a lot of functional disorders. يعني الامباكت للاسف بتاع الكوارنتين واللوك داونز ربنا يعني يرفع عننا الاخبار اللي مش كويسه، it affects the family and it affects the children. يعني ساعات احنا متخيلين ان دول عيال ما هم ما فيش مدرسه وقاعدين طول النهار على الانترنت او على الجيمز، it's affecting الاولاد بطريقه ابشع من احنا متخيلينها. حتى صحيح انا بشوفها في المانجمنت، ما صحيح بقاش يكفي الكلام في العياده او الادويه اللي بنديها سيمتوماتيك، انا في كتير دلوقتي بحتاج راي سبيشالست سايكايتريست علشان تو جيت اوفر الانتنسيتي اند سيفيريتي اوف ذا بين. ودي نقطه مهمه، ان البين الفانكشنال مش معناها انه بسيط، ومش معناها انه بيتدلع، لان فانكشنال بينز، وبيتهيألي يعني ربنا يبعد عننا كل حاجه وحشه، كلنا في وقت من الاوقات جات لنا باوتس اوف اي بي اس، ات از سيفير اند ات از ديسابلينج، وبين بيوجع يعني كومينج فروم حد بيعاني من هذه المشاكل، فات از بينفول. لو انا هقول ايه اللي يخليني افكر ان الولد فانكشنال، مش حاجه اورجانيك، مع ان احنا دايما استعمل كلمه دكتور حاتم بنحب جدا نشخص حاجه اورجانيك، غاية التشخيص لها الاورجانيك زي ما غواية. دكتور حاتم، ايوه دكتور حاتم دايما يقولها. يعني البين اللي بقاله فتره طويله اكتر من شهرين وساعات اكتر من شهر، لان احنا كلاسيفيكيشن بتاع الابدومينال بين في الاطفال ليه كذا مسمى، فانكشنال ديسبابسيا، اريتابل باول، ابدومينال مايجرين نوت سبيسيفايد، كل دي يعني تفاصيل دقيقه ما تفرقش معايا انا في الجنرال براكتس بتاعي كجنرال بيديتريشن. لكن البين اللي بقاله فتره طويله جدا من غير ظهور ريد فلاجز واضحه يخليني اكتر ناحيه الفانكشنال ابدومينال بين ديس اوردرز. الريد فلاجز كتيره جدا، انا دايما بقول مش لازم الواحد يحفظهم كلهم، لكن لازم يبقى في باله حاجتين: هاو ماتش ذس بين is affecting the growth، وهل في blood او لا. هي لسته طويله، لكن on top لازم اعمل good assessment of the growth. لو الجروث وزنه وطول متاثر، يعني ناخر شويه التشخيص بتاع الفانكشن، نخليه متاخر شويه، مش لازم يكون on top. لو في blood at any point of time، يعني مثلا الولد حصل له bleeding في الريكتم، حتى لو blood streaks، لو بعد الشر رجع والترجيع كان فيه hematemesis، this could not be functional as number one. يمكن بيرجع كتير فحصل مرة تير مثلا، لكن ما ينفعش يبقى ده أول تفكيري. فال two very important red flags: how much is it affecting the growth، و number two how much هل في blood في أي وقت من الأوقات ولا لا. في حاجات تانية بقى، إن الولد يبقى مثلا عنده recurrent attacks of fever مش مفهومة، joint pains أو حتى arthritis، عنده family history، يعني الولد جايب recurrent abdominal pain
ووزنه معقول وكل حاجة، لكن مثلا his father عنده history of IBD ulcerative colitis مثلا. فقبل ما أطمن نفسي بزيادة إن الولد ده غالبا functional I have to do حتى لو simple كده، غير طبعا the history of examination I have to do some simple test علشان يعني أشوف أنا في أي ناحية. أهم two red flags are the growth assessment and number two هل في blood at any point of time ولا لأ. ده بالنسبة لي أهم حاجة، غير بقى حاجات تانية كتير. صحيب الليل، المفتاح ده مفتاح مهم قوي بصحيب الليل يا دكتورة. صح صح، بس انا بحب اسال السؤال ده بطريقه مختلفه يا دكتور حاتم، اقولها يعني ينام ويصحى ولا ما يعرفش ينام من الوجع؟ فيعني انا يعني الولد اللي بيقعد يئن شويه كده وبعدين في الاخر بينام، يعني مش بتوتر قوي لو باقي الدنيا ماشيه كويس، لكن ننام ونصحى على البين الرهيب ده بيوترني جدا فعلا. عند حضرتك حق، وده ممكن فعلا يبقى من very important signs that we need to look for. انا هستلف بقى كلمه دكتور محمد حتى كتبتها عشان ما انساش، stool examination is a sign. يعني لا يكفيني ان انا اسال الام طب ويا ترى بطنه عامله ازاي او الباول موفمنت بتاعته عامله ازاي فتقول لي كويسه. يعني انا زهقت جدا من كتر ما الواتساب جاليري بتاعي او الفوتو جاليري مليان صور اشكال والوان، ودايما الامهات اللطاف يقولوا لي احنا اسفين، انا سعيده جدا ولا بالعكس انا سعيده. اسفه بس بعد ست صور ست صور من زوايا مختلفه ماما بتزعته فورورد اول توجذر. فحقيقه انا بحس ان الستول اكزامينشن از ساين، يعني اتس نوت جاست ان انا اسالها الستول عامل ايه فتقول لي كويس، لا انا عايزه اشوفه وعايزه تفاصيله بالوانه بالتكستشر. يعني اتس امبورتنت ساين، لان سام تايمز اللي الاهل بيعتبروه نورمال اكتشف ان هو دايريال، ولو دققنا فيه شويه ممكن نلاقي شويه بلاد فيه كمان. فالستول اكزامينشن از ا فيري امبورتنت ثينج تو اسك فور في الهيستوري، وكمان ساين تو اكزامين قبل حتى ما اروح اعمل بي انفستيجيشنز. انا هنا قلت على الريد فلاجز اللي احنا المفروض نقف. طيب ايه الانفستيجيشن لو انت جات لك حاله زي كده؟ اوكي، لو انا حاله ومفكره انها فانكشنال يا دكتور محمد، يعني الهيستوري لونج ستاندينج وما عنديش ريد فلاجز واضحه الحمد لله، sometimes I just spend time with the patient، الولد لو كبير طبعا بالذات، والفاميلي علشان اوصل لهم فكره ان this is functional abdominal pain، مش محتاجين انفستيجيت ومش محتاجين غير ان احنا نستيك تو سمبل فارماكولوجيكال ثيرابي اف ايفر زي ما هقول النقطه الجايه، وشويه دايتري مانيبيوليشن اند فولو اب. ومش عارفه ده احساسي الشخصي ولا لا، بس هو في جزء كبير من العيانين سواء اقل من 50% بيقتنعوا بالابروتش ده، بالذات لو الفولو اب اللي انا دايما بحاول اخليه قريب، يعني مش اكتر من شهر، يعني بالذات لو الفولو اب show some improvement. فده جزء من العيانين. في جزء تاني they insist and they persist on doing investigations، وحركة تحسهم يعني بتقرا في عينهم انهم لافتين كتير قوي ومش هينفع نمشي من غير ما يبقى فيه روجيتا فيها حاجة تتعمل. ساعتها I try to choose اقل حاجة invasive، اقل حاجة expensive، واكتر حاجة ممكن تبقى reassuring، يعني مثلا stool analysis عادي مع complete blood picture. لو شوية الولد عنده pains مثلا كده قد تكون تتفسر انها deficiencies مثلا vitamin D deficiency which is common or whatever، ممكن اطلب ESR مع vitamin D. يعني انا my own thought ان انا if I still believe ان الولد ده is functional I don't need to do extensive investigations، just يعني للسبب الوحيد ان انا ابان ان انا عامله انفستيجيشنز. وانا عارفه سؤال حضرتك بالذات على فيكل كالبروتكتين، صح؟ هقول لحضرتك عليه. الفيكل كالبروتكتين اي بليف ان هو لازم يتحاسب على قد ايه هو مسليدنج، وقد ايه عيانين اتعمل لهم فيكل كالبروتكتين وطلع برسومبلي عالي وكملنا الورك اب بتاعهم وطلعوا ما عندهمش حاجه. لان الفيكل كالبروتكتين في الاطفال بالذات اي دونت نو اوف ا كات اوف ليفل، يعني انا والله قعدت اقرا كتير هل في ريفرنسز وريفرنسز قويه ومحترمه بتقول لي كات اوف ليفل لو قال لي عنه او علي عنه يبقى كده ريفلكشن اوف سمثينج. فانا بشوف عينين بيتحولوا لي فيكال كالبروتكتينز مثلا 200 او 250 هو الكات اوف بتاع اغلب المعامل 50، وبيتحولوا عشان يعملوا مناظير مثلا او نحولهم عشان نشوف هما ايه يعني. وبلاقي ان العيان مجرد ان انا اخدت هيستوري كويس وعملت اكزامينيشن كويس ما عندوش ما يستدعي ان احنا كنا نطلب كالبروتكتين في الاول،
فبالتالي ان الكالبروتكتين محتاج مننا وقفه، لانه في اوقات كتير بيبقى مسليدنج، سواء يخلينا نجري ورا انفستيجيشنز اكتر، او سواء يدينا امبريشن ان هو كويس والولد يعني ايه اهميه ان تيك الكالبروتكتين يطلع 100 في ولد عنده بليدنج. والله احنا بنشوفه بيتعامل السول كالبوتكتين من غير ما يتعامل حتى السول اناليسيس، يعني أيوة. الدنيا بتبقى مقلوبه بشكل غريب جدا. يعني تلاقي الطفل اللي هو عامل سي تي وعامل ام ار اي ابدومينال متحولك عشان يعمل منظار، وتسالي طب انت عملت ستول اناليسيس او يا دكتور محمد انفلاماتوري ماركر والاي اس ار مثلا، او حاجه يعني الكرود انفلاماتوري ماركرز بيفور ذا فيري سبيسيفيك وان. هم بيحاولوا يسبقوا الاحداث بشكل عنيف جدا، ودي برضو احنا ما بننصحش بيها صراحه. يعني قصه انك تو بوش ورش للمور سوفيستيكيتد انفستيجيشنز للاسف بتعقد الوضع وبتصعب الدنيا على الاهل اكتر. يعني لو تلاقي عالي طب 200 300 هو خلاص، هو الشيطان دخل الشيطان دخل صح. ايوه اتس ترو اتس ترو اتس ترو هتبقى بوش بالذات تعمل صح صح، بالذات لو البلان بعد يعني انا مطلوب تحليل معين في اي حاجه بقى، يعني اطلب حتى باريوم زي ما كان الدكتور حاتم بيقول او اي تحليل تاني. يعني انا لو ما عنديش بلان بعد كده اقولها للعيان، طب انا طلبته ليه؟ يعني لو كان بروتكتن هيجي 200 فانا هقول له لا مش هنعمل حاجه، طب احنا عملنا ليه؟ يعني اي نيد تو هاف سم انسرز، والا الاقي نفسي دخلت في سكه ان انا محتاجة أثبت للعيان حاجة معينة اللي هي ممكن تاخدنا في سكة تانية، يعني بعيدة على الـ ethics أو doing no harm يعني للعيان المفترض إن إحنا بنعمل. فألخص الجملة تفضل. خايفين الستول كالبروتكتين يمشي في سكة الإتش بايلوري. خايفة زي حضرتك بالظبط، بس هو تقريبا مشي زي ما دكتور محمد. لا مش نفسنا نلحقه. مش انا نفسنا نلحقه برضو. انا هقول لحضرتك ازاي، انا في رايي ان جزء كبير من المسؤوليه علينا كلنا، يعني طبعا حضرتك واساتذتي، انا اسفه ان انا بجمع نفسي مع كل الناس، بس عشان على البراكتس كله، لان طول ما احنا يعني مش متفقين على البراكتس. يعني انا اتقالت لي مره والله من one of the يعني my colleagues الاصغر، ان ما هو لو انا ما طلبتوش ده حد هيطلبه، فاحنا we need to be sure. يعني انا بحس ان ده part of the responsibility بتاعتنا كلنا that we have to share ان these are clear and fixed. كلنا هنعمل كده وكلنا متفقين ان there is no need to jump to sophisticated investigations، بالذات لو كانت البلان بعدها مش واضح. فانا لو متاكده ان العيان is functional fulfilling the criteria of functional abdominal pain disorders there is no red flags. But there is no need to ask for sophisticated investigations. لو العيان متوتر أو محتاج reassurance أكتر من مجرد إن أنا أوضح المرض نفسه، فـ I have to go for the easiest and the cheapest investigation اللي مش هيغير في plan of management بتاعتي. plan of management. هل تحب انك تشتغل في الحاله لوحدك ولا دي بتحتاج مالتي ديسيبلينري تيم؟ امتى تطلب الاسيستنت وامتى تشتغل انت لوحدك في الحاله؟ انا ما اشتغلتش لوحدي خالص في الحاله، هي الحاله يعني ما اشتغلتش لوحدي لان انا بعتبر ان جزء اساسي من التيم از ذا فاميلي، فا اي كانت ورك الون. انا قصدي السب سبيشاليتي الثانيه، يعني امتى تطلبي السايكاتري او يعني غير ان انا اتكلم مع البيرنتس ومع الطفل لو كبير وقادر يفهم. كان هم اغلبهم بيولاد مثلا اكتر من 5 سنين، فغالبا بيبقوا متفهمين ان الواحد يشرح لهم، فذس از فيري امبورتنت بارت. مهم اتكلم مع البيرنتس عشان يبقى الجولز بتاعه التريتمنت اللي انا هقوله واقعيه، يعني هم متخيلين انه هيخف خالص وانا عايزه اقول لهم ان احنا هنتحسن، بس هيفضل في at times بالذات times of stresses مثلا هيبقى عندنا episodes of pain، فان الجولز تبقى متقاربه من بعض ده شيء مهم عشان ما يبقاش فيه frustration. محتاجين clinical nutritionist او حتى dietitian متفهم جدا، لان role of nutrition في functional abdominal pain disorders انا في رايي مهم جدا، وهو اللي مكمل معانا لفترات طويله. يعني الفود ماب دايت اللي درس لفتره طويله اللي هو shortly يعني الدايتس اللي قليل فيها انواع معينه من السكريات، الحقيقه اللي بتفرق في المانجمنت بطريقه يعني في نظري وفي البراكتس سواء كان برايفت او حتى في عياداتنا في الدمرداش بتفرق فرق قوي جدا. قد ما الالتزام بيها بايخ ومتعب للطفل بالذات في السن الصغير، لكن الايفكتس از دراماتيك، وده حاجات من يعني الدايتاتيك هيستوري اناليسيس في عينين الفانكشنال ابدومينال بين انا بحس انه مهم جدا، وانه ساعات كتير احنا
يعني بنعديه او مش بنساله هو الطيب اوف فود في اطفال دول بيبقى مشكله كبيره برضه. الطيب اوف فود في الاطفال دول يعني هم متعمدين دايما على الجانك فود صح صح والشيبسيات والشوكولاتات والحاجات ديت، والحاجات دي مع الوقت والشوجرز فعلا ممكن العالي تعمل ابدومينال صح بين سيجنيفيكنت. صح صح very والفايبر much طبعا الشيفت فايبر فهو فايبر كويس ومهم جدا دور الدايت. يا دكتوره مروه صحيح الفايبر اتفضل. ريتش دايت يعني في سيتويشنز في الجي اي ديزيزز بتقولي على فايبر ريتش دايت، وبتيجي في سيتويشنز ثانيه تقولي فايبر لو دايت. دو يو مايند انك تشيد سم لايت على الحته دي؟ يعني هقول عليك حاجه، الفايبر الانتيك اوف فايبرز في الاطفال يعني ما فيش مشاكل معينه في الجي اي تي كان انستراكتد فيها ان انا ازود على عن الانتيك اليوجوال اللي هو لو رينج اللي هو من 5 تو 15، ففي اولاد جرام جرامز يعني بلس التشايلد ايج بير داي. ما فيش امراض بقول نقلل عن 5 وما فيش امراض بقلل بزود عن 15، يعني اقصد ان احنا بنفضل دايما في الرينج اوف ذا نورمال which is quite wide. في الاولاد الكونستيبيشن مش بحب اللي عندهم كورونيك فانكشن كونستيبيشن مش بحب ازود الفايبر انتيك الا بعد استابليشمنت اوف ريجولر باول هابتس عشان ما يحصل لناش طبعا عقده جوه وما تفكش ابدا. فاي ادفايس ان انا ادي فايبرز عاليه شويه في الكونستيبيشن بس بعد ما الولد يبقى استابليشينج ريجولر هابتس وما بقاش عنده بلك او امباكت ستول اني مور. اللو فايبر دايت ممكن او الدايت اللي فيهوش فايبرز عالي لما اكون مقلقه ان ممكن يكون الموضوع فيه element of dysbiosis، لان الحقيقه ان الفايبرز ليها prebiotic effect واضح. يعني if I need to correct this dysbiosis I would encourage a fiber rich diet من early وغالبا بيبقى natural. يعني هل حتى في ادفايس هل ادفايس انك تستخدمي بري بايوتيك في الحاجات ديت او البروبايوتيك في حالات الفانكشن ابدومينال بين؟ هل ليها رول البروبايوتكس؟ البروبايوتكس الادفايس فيها في الفانكشن ابدومينال بين ديس اوردرز ما فيش ايفيدنس عالي، لكن البراكتس بيقول انها it gives very good results بس طبعا specific يعني الروتري، ويمكن كمان قريب جدا الكلوساي مكتوب فيها كلام على الفانكشن ابدومينال بين ديس اوردرز. يعني هيفضل دايما استخدامنا للبروبايوتكس strain specific، يعني مش اي بروبايوتك معدي نقدر نستخدمه ونتوقع منه response. هل في ميديكيشن اوكي طيب الرول اوف سايكايتريست رول اوف سايكايتريست مهم وكتير زي ما بقول لحضراتكم دلوقتي بحس ان العيانين بقوا محتاجين ادفايس وبيتحسنوا جدا مع انيكزيولاتكس وحاجات بس انا عمري ما بكتبها ذس از ليفت تو ذا سبيشاليتي. طبعا بالنسبه لنا في الجي اي لو البين اكتر ايبيجاستريك اللي هو حاجه اسمها فانكشنال ديسبابسيا العيانين بيستفيدوا ان هم ياخدوا شورت كورسز اوف بي بي ايز. لو البين ايريتابل باول يعني في سيمبتومز اوف ايريتابل باول يعني ريليتد تو ذا باترن اند ذا كونسيستنسي اوف ذا ستول مع الدايت modification بيتحسنوا مع symptomatic treatment زي ميبريدين او يعني اي انتي سبازماتيك ترايميبتين او غيره. بس دي كلها تفضل في الاخر symptomatic يعني it's not targeted treatment هو I'm trying to control the symptom. وعشان كده كنت بهايلايت في الاول ان توقعاتي انا كدكتور وتوقعات البيرنتس والفاميلي لازم تبقى قريبه من بعض. يعني ما ينفعش انا يبقى اقصى امالي ان هو الابيسودز اوف بين تبقى او السيمتوم فري انترفلز تبقى طويله لكن نفضل محتاجين الادويه في فترات معينه وهم عايزين يخفوا ويبقى زي الفل. فالفيلير تو ميت دي نقطه مهمه دي نقطه مهمه جدا لانه يعني في بقى في هاي فرستريشن رهيب هاي اكسبكتيشن من الاهل ان هو مجرد دور زي دور برد او انفلونزا بدل ما ياخد الدور موضوع ما يعرفوش ان هو محتاج لايف ستايل تشينج ودي مهمه جدا. لايف ستايل ثانك يو ذس از ذا وورد لايف ستايل تشينجز دكتور محمد and he will grow into an adult with functional. نعم في موضوعين يعني كل واحد منهم يستاهل ساعه لوحده لكن ما صحش نقفل الابدومينال بين من غير ما تقولي عليهم ولو كلمه لكل موضوع لان لهم غوايه شديده برضو في اذهان الزملاء. انا عرفتهم عرفت واحد الاف ام اف الاف ام اف والابدومينال مايجرين. هل يصح ان الطفل يقعد جاي لك بيصرخ من بوست برانديال بين وبيتلوى زي التعبان ومبعوث يعمل اي جي؟ تقولي ايه في المواقف اللي زي كده؟ هو مش دول الاثنين اللي انا كنت هقولهم بصراحه. فثانك يو دكتور حاتم ان احنا بعدنا. انت يا دكتور محمد كنت عايز تسال يعني اللي هو الابدومينال ميجرين طبعا مشكله يعني هو طبعا الابوتش دايجنوزيس وهو يعني خلينا بس هو طبعا موضوع الفانكشن ابدومينال بين يعتبر جديد ومن المواضيع اللي لسه بتتفتح ولسه الكلام فيها ما انتهاش. احنا بس مهمتنا ان احنا نبقى اب تو ديت
وابلاي جايد لاينز، لان لو وصلنا للمعادله دي كلنا سواء كونسلتنت او جي بي هنرتاح. انما قصه الاجتهاد العنيف جدا ومحاوله يعني لازم توصل لدياجنوزس، خلق علم مش موجود، دي اللي بيبوظ الدنيا. فهو لو شفنا روم كارتيريا، يمكن الدكتوره ماوى تقول لنا قصه الابدومينال نجين في وصف معين ليه، والله لو موجود يبقى في لاينز اوف تريتمنت 1 2 3، والبروجنوزس بقت احنا ونصيبنا بقت، يعني هيتحسن مش هيتحسن، لايف ستايل هياخد وقت طويل، هيبقى كونيك، دوت موضوع ياخد وقته زي ما ياخده، بس يعني نحط الكريتيريا اللي نبدا عليها التشخيص الصح، مش زي ما حضرتك بتقول واد بيتلوى قدامي طب اعمله اي جي، طب ايه فايده الاي جي اصلا، هو مش من ضمن It's a very rare diagnosis by the way. It's very rare diagnosis. زي الرومينيشن يعني، بالتالي الرومينيشن والابدومينال مايجرين دول صح يتشال ويتحطوا للمتخصصين بس. صحيح. طب انا عارفه ان احنا انا طولت، فانا بس هرد على سؤالين لقيتهم مكتوبين. هل الفانكشنال ابدومينال بين ينفع يبقى كونتينوس؟ هو ينفع يبقى كونتينوس، وينفع يبقى ريكيرنت، يعني ينفع يبقى العيان اغلب ايام الاسبوع عنده ريكيرنت ابدومينال بين، وممكن يبقى يومين او يومين لا، وممكن اسبوع او اسبوع لا، يعني a clear definition it is a continuous or recurrent abdominal pain affecting the functioning of the child. السؤال اللي ما كنتش عايزه اشوفه بتاع الاتش بايلوري، الاتش بايلوري ما لهاش علاقه بالrecurrent abdominal pain أو chronic abdominal pain. الH pylori محتاجة تكون عاملة symptoms of erosive gastropathy يعني أكتر، علشان look for it كpotential source of the symptom أو cause sorry of the symptom، لأن there is a very big possibility reaching almost 100% إن لو حضرتك عملت الفيكال antigen في الستول، بلاش 100 بس يعني reaching a very big percent إن لو تعملت في الستول هتبقى positive في حالات الabdominal pain، فهنعالجها والpain مش هيروح، فمش هنعرف نعمل ايه بعد كده. فdo not ask for it الا لما تكون عارف هتبروسيد ازاي بعد ما تطلع positive which is the most likely result. اخر سؤال لقيته، امتى نطلب فيكال كالبروتكتين؟ الفيكال كالبروتكتين ما ينفعش يطلب كده، لازم يطلب in a context of a clinical presentation. يعني عندي عيان ينفع يبقى عنده inflammatory pathology في GIT because fecal calprotectin is a non-specific marker of intestinal inflammation. عنده family history، عنده red flags، فأطلب fecal calprotectin ويكون في دماغي إن أنا على حسب الريزولت I will proceed إن أنا هعمل endoscopy، إن أنا هعمل celiac serology because it can be high in a variety of cases. مش بس الالرجيز ومش بس الاي بي ديز، لا يعني ممكن يبقى دكتور عمرو طلع لنا فلازم امشي على طول. انا خلصت خلاص. ثانك يو فيري ماتش. في ده في سؤال بس للدكتور حاتم وانت ما خدتش بالك منه، فانا اللي اساله له بقى. اتفضل. انا ريت حاتم وين ان انفانت كام واز شوكينج ديورينج فيدينج واتس ابروبريت سيندينج ايميديتلي فور اور اندوسكوبي تو اوكسوكلوتوف. والله يا باشا لو هتبعت لنا كل عيان شوكينج احنا الثلاثة هنكونوا لك من الشاكرين جدا. يعني ده هيعمل لنا بيزنس عظيم جدا. لكن هو اغلب الاطفال اللي بيجوا بشوكينج بتبقى الانيشال مينتس اوف بريست فيدينج او بوتل فيدينج حصل اوكيجنال شوكينج. هو الزميل اللي سائل السؤال دكتور احمد بيسال ان ذا كونتكست اوف تراكيوزفيجيال فيستولا. فتراكيوزفيجيال فيستولا يعني اغلب انواعها اللي هي الاوزفيجيال اتريزيا، ودي بتبقى يعني فروث من سينس بيرث، الدنيا واضحة وبينه، والداي ستادي بتبان اللوب اوف ذا رايل ان ذا اتريتيك اوزوفيجس. الاكستريملي رير برضو يعني غواية يا دكتورة مروة من غوايات الطب الاتش تايب. الاتش تايب از اكستريملي رير، فيري رير. ويعني اللي الاستاذ الكبير في مناظير الصدر زي الدكتور نادر فصيح مثلا ورانا حالة اكتشفها بالمنظار، واحنا برضو يعني انا شفت حاله دكتور محمد مش عارف حضرتك شفته ولا لا دكتور مروه، حاله جاست اكسيدنتال ديسكفري. هي قليل عشان ما نقعدش نجري وراها. يعني هو برضو زي ما حضرتك بتقول اللي هو الشوكينج اكسكلود الفيسيولوجيكال كوزز الاول، يعني الطفل ما بيبقاش عنده كوردينيشن في عمليه السوالوينج. السوالوينج اتس ا ديفلوبمنتال بروسيس ومحتاج يعمل كوردينيشن بين السكينج اند السوالوينج، بدي ممكن ما تكونش مترتبه مع لو هو فريكوانت يا دكتور محمد. لو هو فريكوانت شوكينج ممكن بقى تستعين بالسبيتش اند لانجويج ثيرابيست يشوف لنا الفيزز اوف سوالوينج. ايوه ده هي
صح. والجروب ده of doctors يعني أو specialists they're doing a marvelous job حقيقة يعني yes. يعني ممكن off meeting يعني أقول على شوية أسماء ناس ما شاء الله عليهم they're doing marvelous job مع أولاد اتشخصوا تشخيصات organic لأسباب مش منطقية ومع الهلب of the speech and swallowing خلينا therapist. برضو نفرق بين حاجتين بين حاجتين اللي هو أن يحصل reflux وبين يحصل swallowing problem. Swallowing problem is a different category yes. of disease. Diseases مختلفة عن الجي آي يعني هي السوالوينج بروبلم it is not a GI problem yes. ماشي لها تخصص yes. تاني ان هم اخصائي البلع الوطن ايوه صحيح شكرا جزيلا thank you, thank you. شكرا جزيلا بس اخر سؤال كده يعني ده تبع الجي آي تي ولا تبع بتوع استشاري الرضاعة حاجة بتقابلنا كتير والامهات بتيجي تقولها بتقول الطفل ده ما بيرضاش يرضع مني الا هو نايم طول ما هو صاحي بيرفض صدري لما يبقى نايم او مدروخ هو ياخد صدري دي حاجه لا علاقه بالجي اي تي ولا لا علاقه بتاع البريست فيدنج واد محسوده بس بنسمعها كتير انا يا بان اتفضل يا محمد اتفضل انا بحس ان لو حد تعبان اعتقد برضه هي برضه ما بتتاخدش كده يا دكتور عمرو هي برضه هي تتاخد الموضوع كله على بعض يعني جوست الديفلوبمنت بتاعه اخباره ايه هل بياخد سفيشنت فيدنج ولا لا باسنج ستول بشكل ريجولر ولا لا باسنج يورين بشكل ريجولر ولا لا لو هو بياخد السفيشنت انتيك بتاعته يعني اعتقد مفيش داعي ان احنا نصعب الدنيا على الام وعلى صحيح على الأهل. هو طبعا هو لو... انا برضه هي داخله الريفلكس يعني الريفلكس بيعمل بين والبين هيخلي الطفل يفوزنج الفيدنج اتفضل يا دكتور عمرو وبالتالي لا لو صح. انت اديت يعني بس احنا مش عاوزين نفتح الابواب دي يا دكتور عمرو هو في حاجات ما تنفعش نقولها اونلاين كده هو في حاجات ما ينفعش ان احنا يعني اقول لك يا ان هو بيحصل مال براكتس انا والله يا دكتور عمرو انا بدات ازعل ان انا احيانا اقول بعض المعلومات ليه لان بعض الزملاء فعلا بيعملوا ابيوز عنيف جدا للمعلومه فاللي احنا عاوزين نعلمهم الاساس اعمل جود كلينيكال اسيسمنت خد هيستوري كويس وشوف الطفل بشكل عام لو حاسس ان الدنيا ماشيه كويسه جاست اشورانس وفولو اب حاسس الدنيا فيها مشاكل ما تعليش مع العيان يعني طيب اعمل لك باريام سوالو طب اعمل لك منظار طب اعمل لك وكده وتلاقي الحاله مش محتاجه اصلا القصه دي كلها الواد كويس ايوه صح ريفيرال از ان ارت بالضبط طبعا بالضبط it is with an art which is highly appreciated by the parents على فكرة لأن هو يعني خلاص مش بتاعتي ما عنديش حاجة أقولها it's okay يعني مش عيب والله مش عيب it happens